بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلابنا الأعزاء، كيف حالكم؟ إن شاء الله دائما بخير. درسنا هذا اليوم هو عن منهج اللغة الإنجليزية للصف الثاني متوسط، شرح وحل وتوضيح كتاب الإنجليزي يونت 1 لسن 10 الدرس العاشر، قصة الستوري تايم مال بوب أند باسم موجودة بالكتاب والكراسة، بالكتاب الملون الصفحات 15-16 و 16، وبالكراسة البيج 13 بالكراسة. أوكي، وبالملزمة موجودة اللي يريد. أنا مداني قبل راح أروح أحل هناك وأقرأ بالحاسبة اللي يريدها بالملزمة، هياتها هي وترجمتها وأسئلتها وأجوبتها. أوكي كاملة، زين نجي. شكرا لله ثم شكرا لكم، دعمكم وتشجيعكم ودعواتكم الطيبة وتعليقاتكم الحلوة المحفزة المشجعة، شاركوا لكي تعم الفائدة ويستفد الجميع. زكاة العلم نشره والدال على الخير كفاعله. شكر خاص لأبطالنا ومتابعينا الأعزاء اللي دعقونا في تعليقات كثيرة في سبيل دعم القناة ووصل الفيديو الأكبر عدد ممكن، ودي يشاركون الرابط مال الفيديو بالجروبات مال زملائهم ودي يستفادون هم وأصدقائهم ويفيدون القناة. وشكرا اللي دي ينجحون ويتفوقون ويرفعون راسنا، دي يحافظون على شعارنا إن شاء الله دائما تكونون ناجحون أوائل أبطال الإنجليزية مع أوائل. اللي جانا جديد ندعو للاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس والدخول على قوائم التشغيل والاستفادة من الفيديوهات السابقة. إذا تريد شرح إنجليزي سادس ابتدائي الجديد 200 فيديو صارن وياهن الملزمة، يمدار الأعرجي ملازم المرشد، مراجعة مركزة تفيدك بليلة الامتحان، يمدار الأعرجي ملازم المرشد وللإنجليزي أول متوسط أيضا شرح منهج كامل ويا ملزمته هم الأعرجي ملازم المرشد واختبارات ذكاء وسادس إعدادي وثالث متوسط، مجرد أسئلة مشروحة على اليوتيوب. والإنجليزي ثاني متوسط يوميا إن شاء الله ساعة 8 بالليل ننشر لكم فيديو. ونبدأ بسم الله درس اليوم، قلنا بوب وباسم موجودة بالكتاب الملون وموجودة بالكراسة وبالدليل. خل نجي نقراها. قبل ما نقراها أعطيكم فكرة عنها وبعدين نشغل التسجيل ونقراها سويا ونشرحها ونفتهمها. عندنا احنا كلهن 6 قصص بالمنهج كله، 3 بالكورس الأول 3 بالكورس الثاني. 3 بالكورس الأول بكل يونت تعليمي وحده، يعني بيونت 1 ويونت 2 ويونت 3 كل وحده بنهايتها كل لسنتين بوب وباسم تلقى ستوري تايم. بالفور ماكو، بالفايف مال الكورس الثاني 5 و6 و7 بيهن كل وحده وحده بلسنتين، وباليونت 8 ماكو لانه يعتبر مراجعه. زين شنو فكرتها؟ بوب وباسم تتذكروهم بال لسن 8 الدرس الثامن اخذنا فكره عنهم، دا يقدمون من كنا دا نتعلم شلون نقدم ونملي استماره التقديم، هم هملوها دا يدون يقدمون وينقبلون بالمخيم مال الشباب World Youth Camp، مخيم الشباب العالمي شلون قدموا وكذا. وعرفنا معلوماتهم، تعرفنا انه بوب بريطاني اللي هو from England British يعتبر، وباسم from Iraq عراقي اللي هو من العراق، باسم من البصرة هذا أشبي بالمدينة مالته. عرفنا معلوماتهم، عمره 16 هذا عمره 15 وشين الأشياء اللي يحبوها المشتركة بيناتهم وشين هي الأشياء اللي يختلفون بيها، كل هاي الأمور تعرفنا عليها. هسه عدنا القصص المطلوبة بالامتحان، تجينا بسؤال الثاني سؤال القطع والقصص. شي يريد من عندنا الفكرة الأساسية أنه هاي القصص كلها متسلسلة عبارة عن قصة واحدة تتحدث عن بوب وباسم، والأكثر عن بوب، قصص مشاكل بوب، هذا الولد بوب البريطاني ده تصير عندنا مشاكل فدائما يوقع فد مشكلة معينة، كل قصة يحكي لنا مشكلة معينة و نشوفها شنو هي مشكلته. فكل قصة راح تكون مشكلة من مشاكل بوب، وان موجودة بس بالكتاب الملون، اكو لها اسئلة بال يعني تمارين لها بالكراسة، تعتبر هاي كلها ستوري تايم.
اول مشكله، اول قصه راح ناخذها مال يونتوان اللي هي مشكله الحقيبه، مات الجنطه ضيعها وتبادل ويا مريع عجوزه بالرحله اللي كانوا بها بالطائره، دا يروحون للمخيم مال الشباب اللي هو باستراليا. اوكي، بوب وباسم، قبل ما اني ابدي اقراها راح اشغل لكم التسجيل على مود نقراها نفتهمها وراها نحل ذني الاسئله، ذني راح نخليهن بالاخير، لان هو جديد معي يقول لي read the story، اقرا القصه and find the answers to these questions، واوجد الاجوبه لهذه الاسئله. اكو عباره دائما بوب يرددها من هالقد ما يوقع بمشاكل، راح تتعودون عليها، لانه ايش راح يقول دائما؟ راح يقول why me، لماذا اني، why do these things، لماذا هذه الاشياء، always happen to me، تحدث دائما معي. هاي العبارة راح يظل يرددها بكل قصة، راح يحكيها مرة او مرتين، وبنهاية القصة دائما من الصور عنده مشكلة. زين، هسه خلينا نشغل التسجيل، ذني الاسئلة بعدين راح نحلهن، نسمع التسجيل لان حلو الصوت مالتهم، وراها اشغل وراها اني اقعد اقرا لكم واشرح لكم. اوكي يلا، هذا التسجيل موجود بالتليجرام اللي يريده. اوكي يلا نبدا، بسم الله راح نسمع التسجيل شلون الكلام مالتهم حلو. اوكي يلا بدا اجا، بسم الله. Unit 1, Lesson 10, Track 5, Bob and Basim. I was flying to Australia to the World Youth Camp. I met Basim when he got on at Baghdad. Now we were flying to Brisbane. I'm sorry, I said. It doesn't matter, said the flight attendant. I'll get you another one. She tried to smile at me. There was orange juice everywhere. On the floor, on the seat, and all over the flight attendant. Never mind, said Basim. Accidents can happen to anyone. But why do they always happen to me? I asked. I was asleep when we landed. We're here, said Basim. The man who looked at our passports was very friendly, but Basim could not understand him. He spoke a different kind of English. I hope they don't all speak like that, said Basim. Let's go and get our suitcases. About 20 minutes later, the first suitcases appeared. Here's mine, shouted Basim. It's the first one. And here's mine, I said. The blue one. Can you get it, please, Basim? He picked up the blue case. Thank you, said a grey-haired old lady behind us. Thank you so much. How kind of you. She took the case and left. It looked like my case, I said. Where is your case then? Asked Basim. Now there were fewer and fewer cases going round. It's not here. It's lost. What shall I do? I shouted. Why do these things always happen to me? Why me? I was worried. Don't worry, said Basim. Look, here it is. I knew it wasn't lost. We walked towards the customs desk. Do you have anything to declare? Asked the customs officer. No, I said. We're going to the World Youth Camp. That's nice, said the customs officer. But would you mind opening your suitcase, please? I opened my case and the customs officer looked inside. Then he looked at me. Basim looked at me. I looked at the case. Oh no! It's the old lady. Now what shall I do? Oh, why me? Why do these things always happen to me? خلص التسجيل، راح نجي نقراها واحدة واحدة ونفتهمها ونحل أسئلتها. اريدكم تركزون انه منو اللي يحكي القصه، انتم لازم عرفتوه لو هو بوب، ووين رايحين هم اكيد فهمتون رايحين للمخيم، وكم عدد الاشياء اللي غير سعيده صارت وياه اكيد عرفتون. الاثنين وقع الشربت وطاعت جنط تتبلت، هاي بالعربي سولفناها هيك على السريع، بس بعدين راح نحكيها ونحلها بالانجليزي.
وحده وحده على كيف. ايش ده يقول هذا اللي يحكي لنا القصه؟ ترى بوب قال I was flying to Australia to the World Youth Camp. أنا كنت أحلق طائرا إلى أستراليا عم أحضر مخيم الشباب العالمي. أوكي استخدم المضارع سوري الماضي المستمر، استخدم زمن الماضي المستمر لأنه كان هو عنده حدث بالماضي لكن مستمر بأدائه، وتقاطع بحدث آخر اللي هو التقى بباسم على طول الرحلة. هو كان دي سولفنا على طول في مدة الرحلة، ومن التقى باسم قطع الحدث بالماضي البسيط. زين انتبهنا انه ويا الآي خلي واز والهي والشي والإت، بينما يو وي ذين خلي الهوير الفعل نضيف لآي ان جي. زين أستراليا طبعا اسم علم بلد فتبدي حرف كابتل، World Youth Camp ذني اسم يعني مناسبة أو مكان خاص، فكل حرف من أول من كل كلمة لازم يبديها بكابتل. وراها قال I met باسم when he got on at Baghdad. أنا التقيت باسم عندما هو ركب للطائرة في بغداد. أوكي انتبهنا أنه باسم بدأ حرف كابتل، بغداد بدأ حرف كابتل، انتهى بنقطة. أسماء علمنا ذني مدينة واسم شخص. المات الماضي مال الميت، الميت مات دبل اي هنا لازم بالمضارع، بالماضي ينشال اي من عدن تصير وحدة. اوكي الجوت فعل ماضي ايضا شاذ، الجيت المضارع مالته. قال now we were flying to Brisbane. يقول الان نحن نحلق، لان بعد صعد باسم ليش عشان بوحدة يقول الان داطير، بس يقول صرنا اثنين فقال وي انتبهتوا شما نقول I was صار we were. we were flying الآن نحن نحلق المن لبريسبان، هاي مدينة باستراليا. اوكي ده يطيرون، جيتهم لفلايت اتندنت قدمت لهم الطعام والشراب المضيفة مع الطائرة، فهو اشتوى وقع الشربت عليها، قام يقول I'm sorry I said، انا اسف انا قلت ذلك. دي يقول لنا ترى أني قلت آسف. إيش قالت للمضيفة؟ It doesn't matter. She said the flight attendant. قالت مضيفة الطيران بأنه لا مشكلة. ماكو عادي يعني لا شيء هم لا مشكلة. I'll اختصار مال أيول. I'll get وراح طبعا فعل مجرد. I'll get you another one. أنا سوف أحضر لك واحدة أخرى. She tried to smile at me. هي حاولت أن تبتسم أمامي. تحاول تبتسم له أساسي عندها تقول ترى ماكو شيء، بس هي بقلبها انقهرت لأنه وصخ لها ملابسها، وصخ لها القاع، وصخ لها الكرسي، وكلهن لازم هي تقعد تنظفهم. زين. tried انتبهنا عليه هو منتهي بحرف واي، من نريد نضيف له إيدي بالماضي البسيط الباست سيمبل نقلب الواي إلى آي ونضيف إيدي. There was orange juice everywhere. كان هنالك عصير البرتقال في كل مكان. كان هنالك عصير برتقال في كل مكان. وين الأماكن؟ ثلاث أماكن. On the floor على الأرض. On the seat على المقعد يعني على الكرسي. And all over the flight attendant. وفوق مضيفة الطيران. Never mind. لا تهتم. سيد باسم، باسم قال بأنه لا تهتم، دي يطمنه يعني يخفف عنه. Accidents can happen to anyone. الحوادث ممكن تحدث وتصير لأي واحد. But why do they always happen to me? بدأ يضوج، هاي العبارة قلنا اللي دائما يرددها. يقول ولكن لماذا هي المشاكل دائما تحدث معي؟ I asked. أنا سألت. وهاي الصورة شلون وقع الشربت على الكرسي وعلى القاع وعلى المضيفة خطية. اوكي الفلاي اتندنت on the floor on the seat on the fly attendant all over the fly attendant. اوكي هنا أنا هم ودي يطيرون طيارة وصلت لأستراليا، وهذا الباسبورت الجواز مال السفر اللي يشيله وياه، خصوصا هذا عراقي يعني شايله
باسم ويا. وصلوا المهم. إيش قال؟ I was asleep. أنا كنت نائم. هنا asleep صفة. هي لو بس sleep هيجي هاي كان فعل. بس من تنحط لها إيه صارت هاي كحالة خاصة داحجي. صارت هنا أنا صفة. كنت نائما. العكس مالتها awake اللي هي مستيقظ. I was asleep كنت نائم. When we landed عندما نحن هبطنا. نزلت الطيارة وصلنا. We are here said باسم. باسم شو قال؟ وصلنا. The man who looked at our passports was very friendly. الرجل الذي نظر إلى جوازات السفر مالتنا كان جدا لطيف. ودود friendly عكسها unfriendly. okay but باسم could not understand him. ولكن باسم لم يتمكن من فهم أي شيء منه. لم يفهمه. He spoke a different kind of English. هو كان يتحدث نوع مختلف من اللغة الإنجليزية. لهجة مختلفة. accent أخرى. أوكي. باللغة الإنجليزية حالة حال اللغة العربية. كل منطقة وكل دولة يتحدثوها عندهم لهجة خاصة بيهم. مثل ما احنا العرب العراقيين نحكي بلهجة. المصريين هم عرب بس يحكون بلهجة مختلفة. اهل المغرب وتونس وكذا هم عرب بس يحكون لهجة مختلفة. اللي يجي غريب يدوخ بياناتهم لانه ما دا يفهم انه هذول دا يحكون كلهم عربي بس هو يسمعهم غير لغات عبالك. الانجليزي هم ماتين. تروح لامريكا يحكون انجليزي بلهجة مختلفة. تروح كندا بلهجة مختلفة. تروح بريطانيا لهجة مختلفة. تروح استراليا لهجة مختلفة. هم كلهم يحكون انجليزي بس كل بلد يحكي لهجة مختلفة. اوكي. المهم قال I hope they don't all speak like that said باسم. قال باسم ايش قال؟ انا اتمنى انهم لا ليسوا جميعهم يتحدثون مثل هذا الشخص. ما اقدر افتهم عليهم. بالمضارع بسيط متريد تنفي تخلي don't وفعل مجرد. ويا they يعني they we ويا الجمع. ويا المفرد ويا he وشي ولا تتخلي doesn't وفعل مجرد. هذا speak المجرد مال spoke استونا اخذنا وانا راح بعد ما دام دله. المهم spoke هياته speak وspoke استونا قلته واقول وين راح. هذا مضارع هذا ماضي. ضيفوا معلوماتكم. اوكي. المهم قال let's go and get our suitcases. باسم قال ورا ما ابو الضابط شاف جوازاتهم عبرهم قام يلا اوكي فوتوا. فايش قال؟ قال خلينا نروح نجيب جنط مالتنا حتى نروح للمخيم. فهو عمل اقتراح سوى اقتراح على بوب. خلى ليت يصير اختصار مال ليت اس اكو حرف يو مختص ريح حطينا ابوستروفي وراها الفعل مجرد الجو. وراحوا على السوت كيسز. السوت كيسز حقائب امتعة. هنقدر نقول عليها كيسز اما ثين راح يجي يذكرها. هم حقائب وامتعة. About 20 minutes later the first suitcases appeared. حوالي 20 دقيقة مضت بعدها بعد مرور هال 20 دقيقة الحقائب الأولى بدأت تظهر. اوكي الأمتعة الأولى بدأت تظهر ونشوفها. فجو دا يشوفون. ايش قال بوب؟ باسم بدأ يقول Here's mine shouted باسم. It's the first one. باسم قام يصيح وشي يقول هذه ماتي إنها الأولى أول وحدة بيهن. أول وحدة بالحقائب وصلت. And here is mine I said the blue one. بوب شاف الجنطة مالته اللي هي الزرقة قالوا هذه خاصتي جنطتي أنا قلت ذلك اللي هو باسم اللي هي الحقيبة الزرقاء. حقيبة الزرقاء. Can you get it please باسم؟ هل يمكنك أن تحضرها رجاءً يا باسم؟ He
He picked up the blue case. هو التقط الحقيبة الزرقاء. جابها وإجا. هو شالها كان تشوفه مرأة كبيرة هاي العجوزة. السيدة العجوز. جتي وش قالت لهم؟ قالت لهم Thank you. شكرا لكم. Said a grey-haired old lady behind us. قالت ذلك سيدة عجوز امرأة كبيرة ذات شعر رصاصي اللي هو شو نسميه يعني مشيبة يعني اوكي شعرها على بياض على مشيبة هيجي هذا شكلها شوفوها اوكي فقالتهم يابا شكرا لكم ذولي شسوون صفنوا هم هم غلطانين قلتهم كانت واقفة خلفهم behind us thank you so much شكرا لكم جزيلا how kind of you كم هو لطيف منكم she took the case and left هي أخذت الحقيبة ودارت وجهها وراحت غادرت التوك ماضي ما take والليفت الماضي ما leave it looked like my case I said أنا قلت أنا بوب قلت إنها تبدو كأنها حقيبتي بس شو يسوي استحى هو ما يصير المفروض يقولها بس خاله خلينا نشوفها خلينا نتأكد اسمحي لي افتحها ماتي ترى واذا ما قبلتي يصيح الشرطي ويصير حكم بيناتهم هو عافها وراحت المهم كان باسم ايش قال له where is your case then asked باسم باسم سأله وقال له اين هي حقيبتك اذا now there were fewer and fewer cases goes round والآن بقيت قليل القليل من الحقائب تدور على هذا الكورسو اللي هو باجج هذا خلنا نشوفكم اياه مال الحقائب اوكي وين وصلنا يقول قال it's not here it's lost what shall I do I shouted قام يصيح بوب قام يقول إنها ليست هنا لقد فقدت ماذا سوف أفعل Why do these things always happen to me Why me I was worried هاي العبارة ما تقلت لكم رح يفعل يرددها لماذا هذه الأشياء دائما تحدث معي لماذا أنا كنت قلقا worried Don't worry said باسم باسم ايش قاله قاله لا تقلق يا معود Look here It is. انظر انها هنا جتي. I knew it wasn't lost. انا كنت اعلم انها لم تضيع لم تفقد. اجا لقوها جابوها. اجا وين راحوا؟ راحوا بعد على ابو القمارق. وهي بالمطار عدة يعني عدة مراحل. فأجوي أكو ضابط خاص مو بس بالجوازات ضابط خاص بالقمارق والتفتيش ويشوف غراضك احتمال أنت جايب وياك فتشي ممنوع يدخل هذا البلد أو احتمال جايب وياك فتشي غير مسموح به أو كذا أو مشتري شيء ولازم تدفع عليه فلوس فحتى لو مسموح به بس أكو أشياء لازم تندفع عليه فلوس فيعني فتشون المهم فقال we walked towards the customs desk نحن تمشينا نحو مكتب الجمارك سألهم الضابط do you have anything to declare هل لديكم أي شيء تصرحون عنه عندكم شيء تقولوا لي عليه قبل ما أفتش وإذا لقيته تتحاسبون فعندكم شيء تحجون قبل ما نبدأ نفتش ask the customs officer سألنا ضابط الجمارك فش قال بوب No I said كلا أنا قلت ذلك We're going to the World Youth Camp نحن ذاهبون إلى مخيم الشباب العالمي ما عندنا شيء إحنا قابل شكو That's nice said the customs officer ضابط القمارق قال لنا إش قال هذا شيء جميل حلو حلو تشباب رايحين شيء حلو But would you mind opening your suitcase please لكن هل تمانع بها مجال مرخصتك بدون زحمة عليك تفتح لنا الحقيبة ما تكرجان فقال له ايه اوكي
بوب فتحها. I opened my case and the customs officer looked inside. أنا فتحت الحقيبة مالتي وضابط مال جمارك قاعد ينظر داخلها. Inside بالداخل عكسها outside بالخارج. Then he looked at me. ثم هو نظر إلي. باسم looked at me. باسم باوع علي. I looked at the case. وأنا قاعد أنظر إلى الحقيبة. شنو السالفة؟ ضابط باوع علي. باسم باوع علي. وأنا هم قمت باوع. دخلت فقمت باوع على الجنطة لأنه هم الثانية من باوع على الجنطة قاموا باوعين علي. باوع شبيه ليش الجنطة؟ Oh no, it's the old ladies. Now what shall I do? لا مع الأسف إنها تعود للسيدة العجوز. الآن ماذا علي أن أفعل؟ Oh why me? Why do these things always happen to me? Oh لماذا أنا؟ لماذا هذه الأشياء دائما تحدث معي؟ هاي قلت لكم العبارة اللي كررها صار 3 مرات 4 كررها بس بهاي القصة وكل قصة ما حيش يعني كل قصة عندها مشاكل. المهم انتبهتوا من دا يستخدم الشلوي اللي هي هنا سواها شل اي عادي دا يطلب اقتراح وانتبهتوا على ليديز دا يقول حقيبة السيدة بس ما حط لها هي استخدمها استملك بس ما حط ليديز كيس او ليديز سوت كيس ما استخدم هنا اسم بس قال ليديز على اعتبار صار 100,000 مرة دا نحكي على السوت كيس فهذا القصة كلها دا تحكي على السوت كيس او على الكيس فماكو داعي شلون نقول نسميها منع من ظهورها التعذر انه ماكو داعي تظل تتكرر ف كاختصارا للتكرار هذا بس نكتب اسم المالك واس ابوستروفي اس التملك ونسكت ماكو داعي نحط اسم المملوك الحاجة المملوكة اللي هي the case أو the suitcase راح ينفتهمها لأنه صارنا هوايدا نحكي بها القصة كلها عليها فما يحتاج فبس نقول ladies وها هي تبين. المهم هسه خلصت نروح على الأسئلة مالتها. الأسئلة مالتها ذني الزرق الفوق شنو كان نقول Who is telling the story? من هو اللي يخبرنا ويروينا القصة؟ قلنا بوب. Where are the boys going? أين هم الأولاد ذاهبون؟ من رايحين الولد؟ To the World Youth Camp in Australia. ذن هياتهن بالملزمة. Okay. How many الأشياء الأنلكي صارن 2. خلي أشوفكم إياها بالدليل على مود تشوفوها أحلى. قلنا بوب الأولى to the World Youth Camp in Australia والبعدها two unlucky things سألنا هو يقولنا how many دي يقول how many unlucky things happened to Bob كم عدد الأشياء الغير سعيدة الغير محظوظة حدثت البوب فراح نجاوبه ونقول له اللي هي 2 two unlucky things happened to him أشياء 2 غير سعيدة حدثت له زين شنو هي تقدر تكتفي بس بهذا الجواب لو دي يسأل هاو ماني تقدر حتى بس تكتب له 2 هم صحيح هن عددهن 2 الدليل مجاوب يعني بكثرة بزيادة يعني هو أحلى بس بالامتحان عادي بس تكتب حتى لو 2 يمشوك ياها شنو هي الأشياء 2 معددك ياها نقول لك he dropped his orange juice هو أسقط أو سكب عصير البرتقال مالته الخاص به تبهتوا أن دروب هي منتهية بيو قبل حرف علة واحد فضعفنا الحرف الصحيح وضفنا أيدي انتبهتوا على هيك شيء عافية الحادث الثاني he picked up the wrong suitcase one that belonged to an old lady his was still on the baggage car so يقول لك هو التقط الحقيبة الخطأ الحقيبة اللي هي تعود للسيدة العجوز وحقيبته الحقيبة مالته كانت لا تزال على هاي القايش الدوار مال الحقائب اوكي زين البعدها هنا شيرد من عندنا اللسنتين بالكراسة هذا بالكراسة شيرد من عندنا
تكتب له معلومات عن شنو فهمته من هاي القصة. مثلا تايتل مالتها، العنوان مالتها، اسمها هي يعني اسم القصة اسمها بوب اند باسم، اوكي اسمها قصة بوب وباسم. الكاركتر، الشخصيات الكاركترز اللي صارت بيها، راح نقول بوب، الشخصيات اللي ذكرت بوب، باسم، the old lady السيدة العجوز، the flight attendant مضيفة الطيران، and the officer والضابط. What is about، عن ماذا هاي القصة كانت تتحدث، عن الأصدقاء الاثنين، عن الحقيبة، عن كذا، عن ذهابهم، ايش تكتب يعني يعتبر صح، عن ذهابهم للمخيم، عن مشاكل بوب، بس هي مو هي كل المشاكل، فراح نحكي عن فكرة انه ذاهبين للمخيم افضل. It is about two friends، هي عن اصدقاء اثنان، who are going to the World Youth Camp، الذين ذاهبون الى مخيم الشباب العالمي. Why I liked the story، او تقول why I didn't like the story، لماذا أنا حبيت القصة أو لماذا أنا لم أحب القصة. إذا حبيتها قول ليش، وإذا ما حبيتها هم قول ليش. هنا أنا إحنا ما حبيناها، تريد أنت تحبها تقدر تقول، إذا حبيتها تقول I liked it، أنا حبيتها because it's funny مثلا، لأن هي ممتعة، شوف أنت بعد رأيك. أو تقدر تقول I don't like it، أنا ما حبيتها يا بليش، it is boring، إنها مملة، and full of bad luck، ومليئة بالحظ السيء، كل مشاكل وأذيه. new words، الكلمات الجديدة اللي تعلمناها هسه، flight attendant مضيفة الطيران، الباسبورت جواز السفر، picked up يلتقط، customs القمارنج، اوكي ولا هاي picked up قديمة من الأول متوسط، بس هم نضيف لكم يعني خاف واحد ناسيها. زين هسه ذني التعاريف اللي هنا بالكراسة، هياتهن بالكراسة، ذني ليجا وصايرات يريدك توصل. الأولى راح تصير 3، يعني الأي 3، أوكي راح أحلك إياها وسأشوفك إياها بالدليل، اللي هي a person who brings food and drink on a plane، شخص الذي يحضر الطعام والشراب على الطائرة، يقدم لك يعني يجيب لك يحضر لك يقدم لك الطعام والشراب على الطائرة، من هي flight attendant مضيفة الطيران. فنمبر 3 تخلي لهم هنا أي، اللي هي أي. البي هي هاي 1 الباسبورت، a special document وثيقة خاصة، which lets you، التي تسمح لك visit other countries، تزور بلدان أخرى، اللي هي الباسبورت، وثيقة خاصة تخليك تزور البلدان. فالأولى بي، والسي 2، السي نمبر 2 اللي هي something to put your clothes، شيء ما تضع ملابسك في داخله، clothes in، when you travel، عندما أنت تسافر، اللي هي suitcase، أو حتى لو بس الكيس، الحافظة أو الحقيبة، خلي ملابسك بيها، اوكي اللي هنا خلصين، هذني هن الأجوبة اللي قلنا عليهن وخلصت. هاي اللي يريد يساهم بدعم القناة يحول رصيد، اوكي ان شاء الله استفدتم، نسأل الله القبول، نسألكم الدعاء، شاركوا لكي تعم الفائدة ويستفد الجميع، نعتذر عن التأخر في الرد وقلة التواصل، تحياتي لكم، مع السلامة.